السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا ان شاء الله يا رب العالمين. اليوم البنات شريت شي زيوت وبغيت نشتري. المهم البنات، انا الصراحه الزيوت عمري ما شريتهم انايا من المغرب، جامي شريتهم، كيصيفطوا ليا غير خواتاتي، ولا اذا مشيت للمغرب كيعطيو ليا هما. انا اول مره، يعني ماشي اول مره، يعني كنشري الزيوت هكا من الاسواق وهذا، ولكن اول مره كنشري على هذا السيد هذا. شريت هذا البنات، هذه زيت ارغان كما كتشوفوا هنايا، راه فيها نص سيترو. هذه الزيت هذه مقليه ديال الماكله، يعني هذه تاع الماكله. هذه ب 16 البنات، هذا نص سيترو، هذا ب 16. وزدت عليه هذه فيها عاوتاني كاين حتى هي نص سيترو كما كيبان لكم. هاد جوج 16 الوحده، يعني 32 اورو لهاد الليتر هذا ديال الزيت كما كيبان لكم، 32 اورو. هذه ب 9 اورو هاد الزيت، هذه تاع زيت الحبه السوداء، ديريها للشعر ولا ديري بها الماسك ولا ديريها، يعني فيها بزاف د الحوايج تقدري ديري بها. هو قال لك الا كان فيكم شي سخانه في فمكم ولا شي حاجه بحال هكا تطروزيو هكا، ولكن تاع التجميل هذه 9 اورو باش خديتها. وهذه البنات خديتها ب 8 اورو، هذه الزيت ارغان ديال التجميل هذه، حيت راه كاين هذه ديال الماكله كما كتشوف، هذه تاع الماكله، وهذه ديال التجميل. هذه كاتروز دير بها ماسك ولا دهنيها، انا كندهن فيها، ندهنها غير في الليل صراحه على وجهي، كدهنيها دهني حتى الجسم ديالك دهنيها، قالت لك مزيانه. خديت عليه، خديت منه ثلاثه القراعي كما كتشوفوا، 8 اورو الوحده البنات. هذه ب 8 وهذه ب 8 وهذه ب 8، طيحت القرعه، وهذه ب 8 البنات. هذه اللي ديجا كنت كان بديت كندير منها شحال فيها، فيها 50 مليلتر، خاي 50 مليلتر القرعه. ما عرفتش انا الاثمنه، يعني داكشي مهم، ملي تشوف البنات الاثمنه كتبوا لي كومونتير، جزاكم الله خيرا. وهذا البنات العسل، هذه 11 الوحده، هذه راه كلاو منها شويه بناتي. هذا البنات 11 العسل ديال ميل دو زيكوم، ميل دو زيكوم، هانتوما كتبان لكم هنا ميل دو زيكوم. هذه 11 باش خديتها، قلت راها مزيانه هذه، يعني ملي كيكون الواحد هكا مريض ولا واخا غياكلها هكا معلقه في الليل ولا معلقه في الصباح، ولا راها مزيانه غير ما تشربوش عليها الماء. خديت جوج قراعي، هذه 11 يعني جوج قراعي ب 22 اورو، جوج قراعي هادو. هذا املو ديال اللوز، قالك املو، قالك املو بلدي، قالك هذا املو البلدي ديال اللوز. هذه 13 البنات جبتها وهزوها بناتي كاملين، هزو منها معلقه معلقه معلقه. قالك ماما زوين عجب لهم. هذا املو تاع التعاونيات، هذا تاع التعاونيات، راه جبتها له قلعوا منها معلقه معلقه الوحده نتوما، حيت غير قرعه صغيره. هذا البنات 13 باش خديتها، 13 هذه. وهذا الصابون البنات، والله ما عرفت ديالاش هذا الصابون شنو كيديروا به. المهم البنات الا كت، المهم ملي تشوفوا البنات ديروا لي في الكومونتير هذا الصابون شنو كيديروا به، هذا واش كيدوشوا به ولا كيغسلوا به يديهم. لهذا غير عطاه لي مسكين كادو، لا هو لا هذه، قلت كادو كادو، ايوا هادو حتى هما كادو. صراحه المهم انا هذا الشيء ما شريتوش، غير هذا الشيء هذا، هذا قالك ديه ما، حيت شريت عليه بزاف الحوايج قالك هذا غير هزيه كاين مشكل. وهادو غادي ندير بهم شي ماسكات رجليه، قالك مزيان هذا الرجلي ندير به ماسك مع صابون البلدي مع التحميره. كنت ديجا اشتركت معكم واحد الفيديو ديال القدام، القدام ديال رجليكم، مهم كديروا صابون البلدي مع التحميره مع هاد عكر الفاسي، هو مزيان للقدام، يعني كيرطبهم ويحيد لهم ديك القشره هذيك. المهم البنات خديت هذا الشيء هذا ب 100 اورو، 100 اورو باش خديت هذا الشيء هذا. المهم البنات ملي تشوفوا هاد الزيوت هادو وكتبوا لي شي تعليق. شكرا البنات. المهم اللي جديد في القناه نتمنى يشترك باش يوصلوا كل جديد، وما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. وبسلامة إلى الفيديو المجيء إن شاء الله.